عاطف التصوي الغيواني. عاطف التصوي الغيواني هو هذا الرجل، هو مربي للأجيال بالحي المحمدي، تخرج عليه يدو واحد العدد كبير من الأطفال للحي المحمدي. رجل متواضع، رجل خدوم، رجل الحجاية بتميز وامتياز. اليوم هو في الجعبة ديالو بعد 500 حجاية الأولى، اليوم يمكن وصل العدد 429. ياك أكد لي الرقم 429 حجاية فقط، 71 حجاية اللي كتفرقوا على 500 الثانية باش يكمل المشروع ديالو اللي هو 1000 حجاية وحجاية. وبرافو لهذا الرجل على التفاني ديالو وعلى العمل ديالو. الحجاية الشعبية المغربية، الحجاية الشعبية المغربية تندرج ضمن النصوص مجهولة المؤلف شأنها في ذلك شأن جميع المرويات المنحدرة من أصل شفاهي، سواء في حضارتنا أو في كل الحضارات، والتي تعود صياغتها لجماعة من المؤلفين تعاقبوا على روايتها ونسخ أحداثها، وفي كل مرة تنضاف تفاصيل جديدة مما يجعل الحكاية تتضخم وتتنامى حسب قدرات الخيال الجماعي الذي أنتجها. والحجاية حسب معلوماتي وحسب البحث البسيط اللي قمت به هي نوعان: الحجاية الطويلة حديدان هينا والغول وعرقمة والأزلية والعنصرية وإلى آخره، والحجاية القصيرة واللي هي موضوعنا اليوم وهي موضوع التواجد ديالنا اليوم اللي هي الخبيرة وحاجيتكم وماجيتكم إلى آخره. قبل ما ندوزوا الشهادات ديال هاد الفنانين الكبار على المستوى وطن الوطن العربي باش يقولوا لنا شهادة في المحتفى به، لا بأس أننا نخليو له كلمة باش يرحب بالضيوف ديالو وكذلك يعطينا فكرة ولو موجزة عن الحجاية وعن الخبيرة وعن حاجيتك ماجيتك. الميكرو قدامك سي عاطف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. عزيزاتي أعزائي، اليوم ينطبق علي المثل القائل: المزوق من برا اش اخبارك من الداخل. فإن كان مظهري مجرد هندام يتغير بتغير المقام، فما بداخلي مشاعر جياشة محورها الحب، حب الخير وحب الناس، تعلمناه منذ تلك الأيام الخوالي التي أيام كان الجار يبيح لنا دخول الدار وكأننا فرد من أفراد أسرته، وكان من العار أن ترفض له قضاء حاجة استعجالية كإيصال خبز اختمر للفران. وفي غياب الأم والأب لطارئ عائلي تجد من يعوضهما وفي أحسن حال، يوم كان الدعم الدراسي من الكبار للصغار بالمجان. هي أيام خلت تعلمنا منها كيف نعامل الكبار باحترام، وكيف نعفو عند المقدرة ونتضامن عند المعسرة. مرحنا ولعبنا وكنا حريصين على تأدية الواجب كيفما كان. عشنا فوق تربة معطاء وعاشرنا أناسا بسطاء فصرنا منهم. اتخذنا البساطة أسلوبا في الحياة، عاملنا بها من عاشرناهم أصدقاء وجيران وأبناء وبنات كانوا من صلبنا أم من أقسامنا التي درسنا بها سنوات، أم من نادي الحجاية الذي يلم بين جدرانه أناس أحبهم كثيرا. كان الفضل لهم في استمراري في تأليف هذه الحجايات لما رأيته فيهم من محبة التواصل ومن حب للناس ومن شوق للمة القديمة. حصدنا ما زرع الآباء فينا وحصد أبنائي وبناتي الآن، وما أكثرهم ما زرعت، وها أنا الآن أنعم بلحظات أساسها الحب والعرفان بفضل حجايات زمان. تحملت أمر تجديدها قبل فوات الأوان حتى لا تنقرض اللمة وتتهاوى أركانها المبنية على السؤال والترقب والجواب والحب العائلي والجواب الناتج عن تفاعل الفرد والجماعة الودي في وقت سادت العزلة وهيمنت لتترك أثرا سلبيا بليغا في ناشئتنا في هذه الأيام.
اخترت الخوض في الحجاية وكان التراث شفوي تناقله الآباء عن الأجداد، وفضلت أن أمنح قلمي هدية. سرت مرة على منوال القدامى، وأحيانا أخرى آثرت تجديد شكلا ومضمونا، فجعلتها على شكل متاهة لها مخرج واحد. عزيزاتي أعزائي، لن أطيل عنكم، حان وقت الاستمتاع بهذه اللحظات الجميلة التي ما عرفت مثيلا لها سابقا إلا مع أبنائي بثانوية محمد السادس، ومنهم عاطر محمد الفنان الشعبي المحمود. فشكرا لكم جميعا، وشكرا لنوستالجيا درب مولاي الشريف الحي المحمدي للتنمية والثقافة والتضامن، ولرواده ورائداته، ولأعضاء نادي الحجاية بضمائرهم الظاهرة والمستترة. ولجمعية أبناء الجمارك للتنمية المستدامة والبيئة، وكل من حضر احتفاء بهذا المورود الثقافي الذي قررت أن أجعله مدونا، وقد ساعدني على ذلك نادي الحجاية ولمته الرائعة التي اخترت لأفرادها ألقابا رائعة كسندريلا والبسمة وميسي وغير ذلك. كما يختار الأب لابنه وابنته ما يراه جميلا من الأسماء. شكرا لكم جميعا. لا، ليس المشاغب ولكن المشاكس. شكرا لكم جميعا، أحبكم في الله. متابعة السيد عاطف التصاوي الغواني، فعلا هذا هو الرجل، تواضع، هدوء في الحوار، هدوء في الكلام، هدوء في القلم كذلك، ولكن رقي وشموخ في الأفكار. عودوا صفقوا عليه مرة أخرى.